التطورات السياسية التي شهدها المشهد السياسي في تونس خلال الأيام الماضية اعتبرها صندوق النقد الدولي حافزا لمواصلة دعم تونس في انتقالها الديمقراطي، دعم تجسم بموافقة البنك على صرف القسط الثاني من القرض الائتماني الذي منحه البنك لتونس السنة الفارطة، وتأخر صرفه بسبب ما اعتبر عدم وضوح الرؤية في تونس. مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستقل المهدي جمعة والانتهاء من كتابة الدستور وما حملته هذه التطورات من مؤشرات إيجابية، وافق صندوق النقد الدولي خلال اجتماع لمجلس إدارته مساء أمس على منح تونس قرضا ب 500 مليون دولار، أي ما يعادل 750 مليون دينار تونسي، وذلك ضمن القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي الذي تحصلت عليه تونس سنة الفارطة. وقد تعطلت عملية منح هذا القسط بعد تفاقم الأزمة السياسية في تونس منذ الصائفة الماضية واشتراط البنك التزام الحكومة التونسية بقيادة علي العريض بالقيام بعدة إصلاحات اقتصادية. قرض قد يكون متنفذ الذي يعيش صعوبات عدة تتطلب تظافر عديد الجهات لتجاوزها، حسب ما أكده رئيس الحكومة المؤقت المهدي جمعة في أكثر من مناسبة. كنا نحكي على الظروف الاقتصادية، الميزانية التكميلية. احنا اليوم ما عندناش الامكانيات نتاع الميزانية اللي مرت، ما عندناش الامكانيات. يعني هاو عندي اليوم مكالمة توا يلزمني نكلم، نعطي مكالمة في آخر الليل باش نطمن اللي غدوة باش نبعث لهم، يعني لغاية دانتونسيون رش كيفاش رسالة طمأنة، هي رسالة طمأنة باش نقول لهم راهو عندنا انتونسيون باش نكملوا معاكم. وفي أول ظهور لها تحدثت وزيرة التجارة في حكومة جمعة عن أبرز أولويات وزارتها في الفترة القادمة. الملفات المهمة اللي هي غلاء المعيشة والاحتكار والتجارة الموازية، كيفاش نزود السوق بطريقة منتظمة باش الأسعار ما ترتفعش. وعن الإصلاحات الضرورية الواجب التعجيل بها تحدث وزير المالية والاقتصاد الجديد. قضايا أساسية مثل قضايا التوازنات الاقتصادية بتاع البلاد، وثم كذلك بعض الإصلاحات اللي بدأت وضرورة المواصلة فيها. الأدوات لها كمازالت مربوطة بالميزانية التكميلية، ونشوفوا بعد الميزانية التكميلية. لحد الآن تعهد رئيس الحكومة باش تجي ميزانية تكميلية، تبقى مازال يعني نشوفوا شنو الأوضاع وبعد نهتموا بالموضوع هذا. يجمع المراقبون للشأن الوطني أن الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم التحديات التي سيواجهها المهدي جمعة خلال توليه مقاليد الحكومة، تحديات قد تساعد خبرة رئيس الحكومة المؤقت بأحوال الاقتصاد التونسي بحكم منصبه السابق كوزير للصناعة إلى جانب عمله في أكبر المؤسسات الأجنبية، قد تساعد في رفعها.